أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، ويقول: ما الفرق بين قول الفقهاء عليه دم وعليه فدية؟ كل سواء، الدم والفدية سواء، لا فرق، إلا أن يغلب إطلاق الدم، يغلب إطلاق الدم على الجبران، ما كان عن فعل محظور أو ترك واجب هذا يغلب عليه أنه يسمى دم، ويغلب إطلاق الفدية على فدية التمتع والقران، ولكن لا فرق بينهما من حيث الحكم. نعم.